وسهلا بكم إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للأرب بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. دائما نطلب منكم سبسكرايب واللايك والشير لتدعمونا ولنواصل أكثر وأكثر، وكذلك اقتراحاتكم وتعليقاتكم تهمنا. وعلى الراغبين في الدروس الخاصة أو برامج الأورغات فالمرجو الاتصال على الواتساب. اليوم سنقوم بشرح أغنية جميلة جدا في فن الراي، وهي أغنية لا تبكيش قولي ذا مكتوبي للفنان المرحوم الشاب حسني، فابقوا معنا لتستفيدوا. أغنية لا تبكيش قولي ذا مكتوبي للفنان الراحل المرحوم الشاب حسني هي في مقام نهواند على الله، والنهواند على الله بهذا الشكل. والنهواند على الله بدون علامات في السلم الموسيقي، فقط السول دييز كنوطة حساسة لا تكتب في السلم الموسيقي. الآن سنأخذ إيقاع راي عاطفي على سرعة 86 ونعزف الأغنية كاملة بالمقدمة، بمقدمة البيانو والسولو وكذلك الغناء، ثم نفصلها بالنوطة الحرفية البطيئة. الآن سنشرحها بالنوطة الحرفية البطيئة، بداية بالمقدمة الموسيقية بالبيانو. لا ري فا مي ري لا ري مي فا مي ري سول دو مي ري دو سول دو ري مي ري دو فا لا ري دو لا فا لا دو ري دو لا فا مي فا سول لا. نعيده مرة أخرى. عزف البيانو لا ري فا مي ري لا ري مي فا مي ري سول دو مي ري دو سول دو ري مي ري دو فا لا ري دو لا فا لا دو ري دو لا فا مي فا سول لا. طبعا بالأكور، ثم ندخل إلى السولو. السولو بهذا الشكل.
سي لا سول لا سي دو ري دو ري ري دو سي لا سي دو ري دو ري دو سي لا سول دو سي لا ثم الكمانجات لا لا سول ديال سول سي دو سي لا 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 سول دي سول سي دو سي لا. وطبعا هذه الجملة هي التي تتكرر في الغناء. أتمنى تكون هذه الحلقة ميسرة للفهم، وانتظرونا إن شاء الله في حلقات أخرى. إلى اللقاء.